السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده هنتكلم عن ايه هي النماذج الموجوده في الوينج تشون اللي احنا هنتعلمها ان شاء الله. طبعا في 6 نماذج هنتعلمهم على القناه ان شاء الله. اول نموذج اللي هو المعروف طبعا السيونين تاو. السيونين تاو دوت اول نموذج في الوينج تشون، اول فورم يعني. فطبعا لاحظت ان اكتر القنوات اللي على اليوتيوب تشرح النموذج الاول دوت واكتر النماذج بتهملها يعني، فحبينا نجمع اسلوب الوينج تشون كامل على القناه بكل النماذج بتاعته، بالتقنيات القتاليه، بالوقفات، بالاوضاع، بكل حاجه. فطبعا حبينا الحلقه دي نتكلم عن الست نماذج الموجوده في الوينج تشون، وان شاء الله من اول الحلقه الجايه نبتدي ننفذ بقى نتعلم في النموذج الاولاني السيوني بتاعه. طبعا زي ما قلنا فن الوينج تشون ممكن اي حد يتعلمه، اي فئه من فئات الاعمار، مش محتاج لياقه بدنيه عاليه تمام. فطبعا النماذج بتاعت الوينج تشون، اول نموذج السيوني بتاعه، النموذج الثاني شون كيو، تاني نموذج بعد السيوني بتاعه التشون كيو، ثالث نموذج البيوجي. طبعا احنا مش هنشرح كل النموذج دلوقتي، احنا هنتكلم في كل نموذج في الوقت بتاعه، احنا هنتكلم ايه هما النماذج عامه تمام. وطبعا اسم النماذج هتظهر قدامكم على الشاشه دلوقتي، اسامي النماذج السته تمام. زي ما قلنا اول نموذج السيوني بتاعه، ثاني نموذج التشون كيو، ثالث نموذج البيوجي، رابع نموذج الدومي فورم اللي هو الفورم بتاع الدميه الخشبيه، خامس نموذج البيول فورم. البيول فورم ده طبعا هنشرحه ونقول ده بتاع ايه وتبع ايه، بس دلوقتي احنا بنقول الاسماء عامه اللي هي النماذج الموجوده كده. احنا قلنا رابع نموذج بتاع الدميه الخشبيه، خامس نموذج البيول فورم، سادس نموذج النايف فورم اللي هو خاص بالسكاكين والسيوف والسوار والحاجات ديت. فطبعا كل الحاجات دي هتعرفوها في وقتها، لكن احنا بنتكلم دلوقتي باختصار شديد عن ايه هم الست نماذج الموجوده في الفورم. ان شاء الله من اول الحلقه الجايه هنبدا نتعلم في نموذج السيوني بتاعه الفورم الاولاني عشان نبتدي من اول الكورس. فما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصلك كل جديد، وساعد اصدقائك في متابعتنا على القناه. واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله مع بدايه الكورس.